السلام عليكم اخواني، صباح الخير، ان شاء الله امكم كله طيبه. الخطوط الجويه الجزائريه هي شركه وطنيه تابعه للحكومه الجزائريه، بدا النشاط تاعها في سنه 1947. تمتلك من الاسطول تقريبا 57 طائره مع 75 رحله عبر العالم، 30 رحله داخليه. مؤخرا الخطوط الجويه الجزائريه قررت انه الاسطول تاعها راح يرتفع من 75 الى تقريبا 72 باضافه 15 طائره جديده. الطائرات الجديده هذه ستكون موجهه كلها الى تمديد الخطوط والرحلات عبر اسيا وكذلك الى افريقيا. احنا نعرف انه سعر السوق للطائره الواحده من شركتي ارباص الفرنسيه او من شركه بوينغ الامريكيه تقريبا 100 مليون دولار. التسليم يكون دائما بين سنتين الى خمس سنوات. هذا شيء جميل، هذا يبين انه هنالك توجه الى شراكات اقتصاديه جديده نحو اسيا ونحو افريقيا، لانه ما كانش هنالك رحلات جديده او ان الطائرات الجديده هذه 15 سوف تكون موجهه نحو الشمال، هي موجهه نحو افريقيا ونحو اسيا مثل ما قلت لكم. شيء جميل هذا إلى الأبد، ولكن الشيء اللي حبيت فقط نلفت الانتباه له هو أنه إذا كانت هنالك شركة طائرات للمسافرين فالقائمين أصحاب القرار لازم يأخذوا بعين الاعتبار أنه رحلات عبر آسيا تمتاز بمواصفات تخليها تختلف عن رحلات نحو إفريقيا أو نحو الشمال إلى أوروبا، منها أنه المسافة طويلة، الزمن طويل، وكذلك هنالك فائق الزمن، فلازم تكون الطائرات يعني الجديدة تأخذ في عين الاعتبار هذه العناصر. شيء آخر يعني تمنيت لو أنه دائما لما تكون هناك أشياء جديدة من هذا القبيل تكون هناك لغة الأرقام وليس فقط قررها أو يعني سوف يحصل كذا أو كذا، ولكن تكون كل الأشياء تكون بلغة الأرقام لأن لغة الأرقام لا تخطئ. فأنا قريت تقرير أن هنالك سوف يكون هنالك انخفاض في الأسعار تاع أسعار التذاكر اللي هي الآن أسعار مش فقط عالية ولكن جهنمية، عالية كثيرا. يعني تشوف رحلة بين باريس إلى الجزائر العاصمة تقريبا 1000 أورو، وإذا كان هنالك انخفاض أو 900 أورو في أحسن تقدير يقول لك أنه يكون هناك انخفاض في سعر الأسعار. جميل، هذا شيء جميل، ولكن نبحث عن نريد أن نقرأ أرقام ما بكم سوف يكون الثمن في الفترة القادمة، الفترة الصيفية، لأنه إذا كان السعر هو 900 أورو الآن وانخفض من 900 أورو إلى 890 فهذا انخفاض، لأنه 10 أورو هو انخفاض يعني. ولكن حبينا نشوفه يعني إذا لو حبذا أنه أصحاب القرار يخاطبونا بلغة الأرقام التي لا تخطئ، فواحد زائد واحد يساوي 2 هنا في بريطانيا، واحد زائد واحد يساوي 2 في الجزائر، واحد زائد واحد يساوي 2 في إسبانيا وفي كل مكان في العالم، واحد زائد واحد يساوي 2. فمرة ثانية لغة الأرقام لا تخطئ، فنتمنى أن يكون هنالك لغة الأرقام هي اللي تكون حاضرة وبقوة في كل القادم إن شاء الله. السلام عليكم.